السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الكوتلين والاوبريتورز، بس هناخد الانري بريفكس اللي هي الانري، طبعا يقصد بيها الاحادية اللي هي بتاخد طرف واحد ما بتاخدش طرفين، والانكريمنت والايه الانكريمنت والديكريمنت. فاول حاجة الانري اللي هو بلس، بس بلس هنا لما تكون انري يعني تاخد طرف واحد معناها ايه الموجب، والماينس لما تكون انري معناها السالب، خلاص. وبتاخد انري بلس وانري ماينس. اما علامه الايه التعجب دي معناها نوت، يعني لا، بتعمل انفيرت للفاليو، يعني لو اه يقول لك لا، لو لا يقول لك اه. وبلس بلس بتزود واحد، وماينس ماينس بتنقص واحد. فلو كنا عملنا كده كليك يمين وقلنا نيو كوتلين فايل وعملنا اكزامبل جديد، وناخد المين فانكشن بتاعتنا ونقفل القوس، نبدا كده نكتب نقول عايزين نجرب الانري اوبريتورز دول. عملت فال اي وده هنحط فيه 7، وفال بي وده هنحط فيه مثلا 9، ماشي. ونعمل فاريبل اخير فار او فال للسي، بس دوت ممكن نخليه كون تو فولس عشان يبقى ترو فولس عشان نجرب اللي هي بتاعت النوت. وتعالى نعمل فاريبل جديد يبقى يشيل النتيجة بتاعت العمليات الأولانية اللي هي الـ end result، والتاني يشيل البوليان result. فقوله ده الـ end result ده هيشيل اللي هي النتائج الرقمية، وده طبعا هيبقى نوعه integer int يعني. واعمل variable تاني اسمه boolean result او bool result، وده هيشيل ما هيبقى نوعه boolean عشان يشيل نتيجة true false اللي هنعملها مع بعضين. طيب تعالى بقى على الانت ريزلت دوت نخليه يكون بيساوي، هيكون بيساوي ايه؟ هقول له مثلا الفاريبل اللي اسمه ايه هحط بس قبليه ماينس. ايه اللي هيحصل؟ بدل ما 7 هيبقى المفترض ناقص 7، خلاص، او سالب 7 زي ما احنا بنسميه. يعني لو عملت برنت لاين كده وقلت له انا عايز اقول سالب ايه هيكون بيساوي ايه، واحط ايه الفاريبل بتاعي اللي اسمه انت ريزلت، فالمفترض يطبع لي سالب الايه، يطبع لي سالب الايه. هاخد نفس الكلام دوت تاني، لو انا قلت انت ريزلت بس قلت بقى انا يعني قلت زائد ايه، هتبقى هنا معناها موجب الايه. موجب الايه طبعا تلاحظوا ان بعد ما عملت الخطوه اللي فاتت كانت ماينس ايه، معناها دلوقتي بقى النتيجه سالب 7، يعني الانت ريزلت شال سالب 7. دلوقتي قلت الانت ريزلت بيساوي موجب الايه، فهيشيلها طبعا المفروض ان هي كام؟ يشيلها ب 7. وهم واخد تاني كمان منه كوبي وهعمل بلس بلس ايه، وفي الطباعه برضه هظبطها خليها بلس بلس ايه. طب ايه كانت بكام؟ ايه كانت بموجب 7، فبلس بلس ايه هتبقى 8، تمام. طبعا هنا هنا طبعا بيقول لي مش هينفع اعمل كده، ان اصلا ايه كده كده اصلا عباره عن فال، ما ينفعش اغير قيمتها لان هي فال مش فاريبل يعني. فخلاص سيبك منها، ممكن نشتغل على مين؟ على الانت ريزلت ذات نفسه. يعني هقول بلس بلس الانت ريزلت، الانت ريزلت كان بكام اخر مره؟ ما كان ب7. بلس بلس هيزود معايا واحد، طبعا مفترض تبقوا عارفين الفرق ما بين بلس بلس لو جت في الاول، بلس بلس لو جت في الاخر، الاولويات ايه، ولو تعقدت العمليه تبقى عامله ازاي. لكن انا قلت له بلس بلس الانت ريزلت، فهي المفروض هيخلوها لي بكام؟ هيخليها لي ب8. ممكن استخدمها تاني، هي اخد كوبي وبيست، وبدل بلس بلس احط ماينس ايه؟ ماينس ماينس عشان تنقص لي ايه؟ تنقص لي واحد بس من الانت ريزلت، ترجع تاني فترجع تاني ب7، خلاص. يبقى كده جربنا الايه الانري كلهم، الناقص الانري طبعا عشان احاديه بتاخد طرف واحد، ناقص ايه زائد زائد الانت ريزلت ناقص ناقص الانت ريزلت، يعني مفيش طرفين، يعني ما بقولش مثلا ايه زائد بي، فدي ايه مش انري. هنا بس بقول حاجه على حاجه واحده. طيب على العموم جربنا دول، تعال نجرب البوليان. البوليان ده هنعمل فيه ايه؟ انا كان عندي السي بفولس، مظبوط، فما قال له ايه البوليان ريزلت نوت سي، نوت سي يعني مش سي، فهيقلب السي، سي كانت فولس يبقى هيقلبها يخليها ايه؟ هيخليها ترو. فبرنت لاين نوت سي، وهطبع بقى قيمه مين؟ البوليان ريزلت، فالمفروض يقول لي نوت سي بتساوي ترو. تعال نجرب كده ونعمل رن. قال لي ماينس ايه بتساوي سالب 7، موجب ايه جابت لي 7 من غير ما يكتب زائد طبعا في الطباعه، بلس بلس انت ريزلت جابت لي 8، وماينس ماينس رجعتني لسبعة، ونوت سي جابت لي ترو لان سي كانت معايا بايه؟ بفولس. دي كانت الانري اوبريتورز. هنا طبعا بيسالني بيقول لي عايز اعمل ابديت نزل للكوتلين جديد، يلا هتدوس على انستول بس كده
وهيبدأ يحمل، ممكن تدوس تقول له خلاص اشتغل في الباك جراوند ويبدأ يعمل ايه تحديث.